شركاء التنمية إحدى فروع جائزة الملك خالد، وتهتم بتكريم وتقدير الأفراد والمجموعات الرائدة والمتميزة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة الذين قاموا بمبادرات تطوعية لمعالجة قضايا مجتمعية ملحة، وذلك من خلال ابتكارهم لحلول خلاقة ساهمت في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية في المجتمع السعودي. مبادرات شركاء التنمية هم الأفراد، هم أصحاب المبادرات، هم التواقين للتغيير، هم الحالمين الذي من حقهم علينا أن نقدمهم، ومن حق المجتمع علينا عليهم أن يتبناهم باعتبار أنهم أصحاب مبادرات لخدمة هذا المجتمع، وهذا ما نطمح له اليوم. ويأتي معرض شركاء التنمية لدعم المبادرات التي حصلت على أعلى نتائج التقييم في العام الماضي وضمان استدامتها من خلال خلق فرص وبناء الشراكات بين المبادرات وعرضها على جهات داعمة وتسليط الضوء عليها إعلاميا لزيادة فرص نجاحها. جائزة الملك خالد لها الفضل الكبير. فكرة المبادرة كيف نقدر نربط الطبيب اللي يعمل في أي مستشفى طرفي في المملكة في حالة أنه احتاج استشاري أو استشارة من استشاري في تخصص ما يكون حواليه، وهذا الغالب أنه ما يكون موجود حواليه، مع استشاري موجود يعمل في مستشفى مرجعي. تنوعت مجالات المبادرات المشاركة في المعرض، حيث شملت الاهتمام بمرضى الاعتلال الحسي ومعالجة نقص المحتوى العلمي العربي الدقيق، فضلا عن زيادة الدعم الكمي والنوعي لإنجازات المبتعثين عبر منصة إلكترونية ونشر ثقافة العمل الاجتماعي لدعم الجمعيات الخيرية والمبادرات والحالات الإنسانية. جائزة الملك خالد رحمه الله تحاول المساهمة في الارتقاء بالفكر الاستراتيجي للعمل الخيري والتنمية الاجتماعية المستدامة في المجتمع السعودي من خلال تأصيل العمل التنموي المؤسسي المستدام، إضافة إلى دعم المبادرات الفردية الخلاقة التي تسهم في علاج قضايا مجتمعية. محمد بن حسين، الإخبارية، الرياض.